للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف سعادة المهندس ناجي سيف سبت سالم، مدير عام المساحة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري. أرحب بك سعادة المهندس في نشرة أخبار الثالثة. بداية، كيف يعزز إطلاق هذا النظام قدرة المراقبة والرصد الفوري للتغيرات الإنشائية والطبيعية أيضا؟ في البداية أحب أشكر تلفزيون البحرين على إتاحة هذه الفرصة للحديث حول هذا النظام، ويسرني أن أوضح لكم للمشاهد الكريم أن اليوم التكنولوجيا تلعب دور جدا مهم ومحور رئيسي رؤية 2030. طبعا مثل ما تعرفون المملكة جدا يعني حريصة على التخطيط للمستقبل، واليوم أقدر يعني أقول أن الحمد لله رب العالمين مملكتنا الحديثة تعيش في المستقبل اليوم، وذلك من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتهيئة الكرة الوطنية. والمشروع اللي تم الإعلان عنه له هو أكبر دليل عن وصولنا لهذه المرحلة المتقدمة في التكنولوجيا. طبعا كل هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم، وتنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء الموقر، ويأتي ضمن برامج عمل الحكومة. طبعا الإجابة على السؤال اللي حضرتكم أن اليوم البرامج جدا متقدم، يعمل باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال مقارنة صورتين فضائيتين، صورتين فضائيتين عالية الدقة يتم التقاطهم كل أسبوعين بشكل دوري. فمن خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يبتدي النظام يكشف عن أي تغيرات موجودة على الطبيعة أو حتى على البيئة الإنشائية، ومن خلال ذلك يتم تصنيف هذه التغييرات. نعم سعادة المهندس، يعني ما التأثير الإيجابي لهذا النظام على جهود التنمية المستدامة في مملكة البحرين؟ طبعا مثل ما تعرفين أختي الكريمة أن هذا النظام يعطي أداة يعني جدا مهمة للجهات الحكومية في عملية وعملية التخطيط السليم والتخطيط الصحيح وصيانة جميع الأصول الحكومية. طبعا مميزات وفوائد النظام يعطي أداة قوية لمراقبة التطور العمراني ومراقبة سير عمل المشاريع، كذلك له دور مهم في حماية البيئة ومراقبة التغيرات الزراعية. هاي بسيط بس من الفوائد. طبعا كل هذه يؤدي الى ما هو معروف بالمدن الذكيه. فاليوم النظام دي والتكنولوجيا المتقدمه راح تزيد من فعاليه وكفاءه الانظمه وعمليات الرصد والكشف، كما تعتبر اداه مهمه لزياده كفاءه واداء الموظفين والمختصين في الجهات الحكوميه. وطبعا كل هذا راح يعطي الجهات الحكومية ومتخذين القرار أداة قوية لجعل يعني أي قرار أو أي خطط مستقبلية مطروحة يكون أكثر جودة وموثوقية وفعالية. نعم المهندس ناجي سبت سالم، مدير عام المساحة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، كل الشكر لك على هذه المداخلة.